الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: امرأة مسلمة من أسرة مسلمة ساكنة بفرنسا، سافرت المرأة إلى بريطانيا لشغل وتزوجت هناك بمسلم بحضور لجنة المسجد بغير إذن وليها، لأنه كان قد ترك العائلة وهم صغار، وبعد زواجها بشهر أعلمت أخاها الأكبر فأقر زواجها، ثم أعلمت أباها بعدما أنجبت ولدين فأقر هذا الزواج، وقد قيل لها أن هذا الزواج غير صحيح والولدين ابني زنا. السؤال: ما حكم هذا الزواج وماذا عليها أن تعمل؟ يشترط لصحة عقد الزواج الولي، يشترط الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة نكحت أو تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهذا العقد غير صحيح، وهي مخطئة في هذا. والأمر سهل في هذا، لأنها يجدد العقد، إذا رضي وليها يجدد لها العقد، وما مضى يكون نكاح شبهة ويلحق به الأولاد، الأولاد أولاده، لأنه نكاح شبهة، ونكاح الشبهة يلحق الأولاد بأبيهم، لكن عليهم المبادرة بتجديد العقد على يد الولي،